كابتن عادل، خساره تصعب موقفك بعض الشيء في المجموعه. انا مش ببص على المجموعه في الوقت الحالي. ليه؟ لانه لسه بدري. انت لعب ماتشين بس في المجموعه، فاضل لك 4 مباريات تلعبها، وعندك ال يعني صن داونز لو قلنا هيمشي اول مثلا لانه عنده فرص اعلى شويه، لانه لعب بره مع المريخ ولعب مع الاهلي بره. ولكن انا ما يهمنيش اول او ثاني، انا يهمني الوصول. دي واحد. بس هو في حاجه يعني عايز اتكلم، في حاجه عايز اتكلم فيها مهمه قوي. كتير انت بتبقى مش موفق، كتير بتبقى مش موفق بس بتعرف تجيب جول بالظبط، او زي ما بيقولوا ايه، كتير ما بتبقاش جيد في الملعب في الجيم بس بتعرف تسرق جول. ده قيمه اللاعب. احنا جات لنا فرص، ما هي دي المشكله بقى. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، المدرب بيبقى مبسوط جدا لما بيبقى مش ماشي كويس ويكسب. ايوه. يعني ايه؟ ان هو اللي هو القرصه اللي بتجيلك جات لك صعبه. ايوه. يعني انت لا، في حاجه لازم نصحى، لازم نشتغل شويه في حاجات كده. يعني انا شايف في الملعب، انت قلتوها يعني تسرع ورعونه في اللعب وحاجات كده. لا، انا شايف كمان في نقطه. ايه؟ عدم ثقه في بعض اللعيبه. ما عندهمش الثقه في اللعب. هربانه منهم. اللي هم تحس انه هو حاسس ان ممسوك له على الواحده، فاهم انت؟ يعني ما بيلعبش باريحيه، خايف، مشدود، عايز يثبت. او خايف يغلط. عاوز يثبت. هو منافس خطر كمان، منافس بيعرف يتعامل في الكوره يعني. هو 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 المنافس كويس، واحنا عارفين ان هو كويس من قبل المباراه، وعارفين انه مش سهل، وبيعمل حاجه ما بيعملوهاش فرق افريقيه كتير بره ملعبهم، انهم يمسكوا الكوره ويلعبوا، بيلعبوا كوره حلوه. جنوب افريقيا طول عمرها كده. هو طبيعه يا عادل. مش من الفرق اللي بيقعدوا يخبطوا ويعملوا وبيقفوا، لا، هم بيلعبوا الكوره. عندهم ثقه. وعندهم ثقه لان مدارس جات لهم كتير، برازيليه، فرنسيه، فرنسيه والمانيه، يمكن اخر، يمكن كل المدارس اللي كانت بتجي لهم، منهم كارلوس البرتو بريرا في المنتخب. وكان موسيماني معاه كان مساعد. لكن هو الامر باختصار يعني عشان نبقى، لو انت الماتش ده ما فرقش معاك، ها، يبقى انت في خطر. بمعنى ايه؟ لا، ده انذار، ده انذار خطر بالنسبه لك. انت النهارده الكره ما ادتكش، واحد ما لعبتش كويس، لازم نتفق انت ما كنتش كويس النهارده. يعني ما كنتش النادي الاهلي المرعب اللي بقاله كذا ماتش مرعب، لانك انت مش عارف، حاسس بالثقه قوي عند لعيبه وعدم ثقه عند لعيبه تانيه. ودي لازم يتبحث في امرها شويه. الحاجه التانيه المهمه، نقفل شويه. يعني ايه؟ يعني خلينا جوه الملعب بس. بمعنى ايه؟ كله لعيبه ومدربين، وكله يركز في ملعبه بقى، يعني كله يركز في شغله بس. دي مهمه جدا. وخلي بالك كابتن، ده الحته دي بتشوشر عند اللاعبين وعند صحيح. المدربين وعند، يعني حته انك انت ايه، عايز اقولها ازاي بشكل ايه، انك انت بلاش كلام خارجي. خلينا نتكلم جوه الدوري بتاعنا وجوه فرقتنا، ونسيب الشغل الاخر لبره الملعب للناس. لكن خليك في ملعبك، انك انت طول الوقت لو دماغك ما مركزتش مع الفرقه، انت اصلك انت كمدرب، انا بتكلم على المدربين دايما. أي. انت كمدرب مطالب منك انك انت راجل لازم تعمل حساب الفرقه الاخرى، ولازم تعمل حساب فرقتك، ولازم تعمل حساب في لعيبتك، ولازم تكلم اللعيب ده باللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده. لو انشغلت باي حاجه هتتعب، وهتتعب فرقتك. أي. فانا الراي يعني ان المباراه انتهت، النادي الاهلي ما فيش حاجه خالص بالنسبه لنا، بالعكس هنوصل وناخد البطوله ان شاء الله. بس لازم على الاقل نستفيد من اخطائنا. ما انا قلت يعني اهم درس المفترض الفرقه تاخده في الوقت ده، التركيز في داخل الملعب، في الكوره فقط. اي امور اخرى المفترض تبعد عن الفرقه الايام دي خالص. مفهوم طبعا. يعني
كله بقى يعني مشاكل لعيبه، مشاكل تجديد لعيبه، مشاكل تجديد مدربين، يعني كل ده لازم يبعد، خاصه ان في مباريات مضغوطه على طول كمان، كل 3 ايام تقريبا احنا عندنا بعد كمان يومين ماتش. خلي بالك يا كابتن، كل ما النادي الاهلي في افريقيا بالذات، كل ما النادي الاهلي في افريقيا يتحس ان هو ممكن لا قدر الله يغادر البطوله، كل الفرقه هتساعد على كده. ليه؟ لانه النادي الاهلي لما بيوصل في المجموعات نادي متمرس على البطولات، فالناس خايفه عاوزين يخرجوه بدري، فلا لازم يخلي باله، ولازم الايام الجايه دي تفاني من كل اللاعبين، ولا في دماغك حاجه حصلت، عادي خالص. هم يستفادوا بقى الجهاز الفني واللاعبين يستفادوا والناس دي كلها تستفاد، ونركز بس في شغلنا ونركز في كورتنا. عندنا ماتشات دوري هترجع، عندنا ماتشات كاس افريقيا، عندنا يوم 5 بتهيألي مع المريخ ماتش مهم ان شاء الله، ده عمق الزجاجه بالنسبه لك طبعا. يعني الماتش ده ان شاء الله تاخد فيه الثلاثه بونت، توصل للاربعه بونت بتوعك، تقدر تقول نتكلم، وبعدين هيجي بقى الثلاث مباريات ان شاء الله تروح تكسب صن داونز هناك ليله، وتقدر تكسبه هناك زي ما هو كسبك هنا، وتقدر تكسب الهلال والمريخ، توصل ان شاء الله كتاني او اول مجموعه، ما فيش مشكله، ولكن درس صحيح.